وهيدروكسي كنايت مغزيفين بيتازول وهيدروكسي كنايت. بس يا جماعة عشان الغرض عندي مش عارف اوصل اللي عايزه، مش كل ما اضحك عليا. اسمع معايا، انا رايح استلم الفلوس كمان عايز ايه؟ اسمع معايا بقى. دلوقتي احنا عندنا جروب رقم 4 في الجدول اسمه كوكزي 2 ام. معلش يا سياده قبل ما اخش في الادويه واسماء ومن كل واحد عنده معلومه، لا انا عايز اتكلم عن الجروب الاول كجروب عام. الجروب ده المفروض لما كان ينزل كديفرنت تتربله، بيقول لك انا كوكزي 2 انهبيتور بس، يعني ده بمنع كوكزي 2 واسيب الباقي شغال في حاله. يعني سيادتك بمنع البي وبمنع الفيبر وبمنع الانفلاميشن بدون ما اثر على الجي اي تي، صح؟ وبدون ما اثر على الكدني، وبدون ما اثر على البريكتس. يعني كده واد محترم اهو، الجروب ده نزل ولكنه ما قالش دور حاجه، بالعكس دي اللي اتعرضت عليه. قبل ما اشرح اسماء الادويه والكلام عنهم لازم افهم الاول ايه قصه كوكز 2 انهبيتور دي؟ ومعانا الصابون الاصفر. طبعا ده سؤال لو الدكاتره سالوه الشافعي يبقى حلو، يعني ايه؟ في ظهر الدواء عايزين نكتب امال كده. هو كوكز 2 انهبيتور ده لما ينزل كدواء، كوكز 2 انهبيتور لما تنزل كمجموعه ادويه. قصتها يا جماعه طبعا ميكانيزمها من اسمها، انا هقول لك ميكانيزمها ايه؟ سلكتف انهبيشن اوف كوكز 2. هتشتغل ساعتها ايه؟ كوكز 2 ده فاكره ولا لا؟ كان سنترال وبريفرنس. قلت لك المجموعه دي بتمنع، خلي بالكم معايا الصبوره، كوكز 2 انزيم ونزام بتشتغل انالجيزيك صح؟ انتي بايريتيك وانتي انفلاماتو جميعا كده. خلاك الواد باراستامول او انسيت اعمله فين؟ ما كانش شغال انتي انفلاماتو صح؟ لانه كان بيقفل كوكز 3 بس. العيال دي بقى بتقفل كوكز 2 فبتشتغل انالجيزيك وانتي بايريتيك وانتي انفلاماتو. قوم معايا. يعني اشتغلت ثلاثه عادي جدا. بس الجي اي تي منها في امان. تقول يعني في امان؟ يعني بصراحه هي فيها ميزه ليس افكت اون جي اي تي. يعني سيادتك المعده هتلاقي كوكز 1 شغال فيها ابن ناس ومعرفش معانا اي مشاكل. ان كوكز 1 ده كان بيصنع بروستا جلاندن، بتصنع حاجه اسمها ميوكاس فاكر؟ والميوكاس دي بتحمي دار المعده. وبالتالي ساعتك يبقى كده ده كوكز 1 شغال مفيش مشكله مع المعده صح؟ مشكلتي جت مع فوق معايا الصبوره، هو الكتاب مش شرحها بتفصيل بس انت فاهم لازم. سيادتك فاكر زمان حاجه اسمها سرومبو زائد اي 2؟ لسه كان معانا قريب. وحاجه اسمها بروستا سايكل ولا لا؟ فوق معايا الصبوره عشان تفهم معلومه. دلوقتي انت فاكر حاجه اسمها اراجدونيك اسيد زمان، اراجدونيك اسيد. الكلام ده اللي فهمني على فكره، مش عايز تفهمه ماشي بس فهمه. اراجدونيك اسيد ده نازل عن طريق كوبز انزيم كان بيكون بروستا جلاندي. بروستا جلاندي دي في منها نوع اسمه بروستا جلاندي اتش 2، ده بريكيرسور يعني قد كده. في منها اثنين بصمين. مش كوبز جلاندي زي كده، ده بروستا جلاندي كمان في بعض. في واحد بيصنع ماده اسمها سترومبوكزان، اسمها حتى سترومبوكزان ايه؟ اي 2. حد فاكر بتعمل ايه؟ سترومبوكزان بتعمل بيزود بليفل ايه؟ وقصادها الناحيه الثانيه في الفسيولوجي ده مقابل اسمه بروستا سايكلين، فاكره ولا لا؟ البروستا سايكلين يعني ايه؟ اللي هو اسمه بروستا جلاندين اي 2 بيعمل ديكريز بليفل اجريشن. قول معايا قوي عشان تفهم المعلومه، تقلب الترابيز على ايه؟ على المجموعه دي. احنا عندنا الطبيعي في الفسيولوجي ان ده لما بيتكون عنده اثنين باسوي، سترومبوكزين بيتصنع وبروستا سايكلين بيتصنع قصاده. على فكره سترومبوكزين بيصنعه نوع من الانزيمات اسمه كوكز واحد. كوكز 1 في ناس بيسموه اسم تاني سترومبوكزين سنسيتيز، بس هو اسمه كوكز 1. وهنا بيصنعوا كوكز 2. هنا بيصنعوا مين؟ كوكز 2. اسمع معايا وركز. يبقى ده بيصنعوا كوكز 1 وده بيصنعوا كوكز ايه؟ 2. طبعا سيادتك لما بتدي اسبرين الكبير، اسبرين الكبير ده اللي هو مين؟ ايفو 500 بيقل عليه دم الاول. بيقل عليه دم الاول فده هو دم الثاني. يبقى انا كده كاريفو الكبير على البليتلت انا متعادل. لان انا كده الاثنين اشربوا بعض. طب لما ادي اسبوسيد، فاكر اسبوسيد؟ اسبوسيد كان بيقل على مين؟ السترومبوكزان. يعني اسبوسيد كان بيقل على ده بس. فمين يشتغل رد؟ بص لك ايه؟ قال البليتلت ايه؟ النهارده لما تدي كوكز 2 فقط. ومع السلامه. لما تدي انت النهارده كوكز 2 هيبقى بس، سيبك مع ده. يعني تمنع تكوين مين رد؟ يعني هيشتغل لوحده؟ هيعمل ايه في البليتلت؟ هترده.
حيظهر لتر الاشتياق ليتر جارد ايري، وهذا ما حدث بالظبط. ناس كتير خدوا هذه المجموعه وكان عندهم القلب على الحظر بات، مات وشه ومات. يعني في ناس لما الادويه دي نزلت سيلكتيف كورس 2 انهبيتور كل الناس اللي فرحت طبعا. ده الجروب اللي هيقلب الدنيا. قال لك ايه؟ ده اللي هيقلب مدينه اسمرين وعيلته. الكورس 2 انهبيتور لما نزلت قعدت بالظبط شويه ثم اتشالت تاني. قال لك يا عم الله ده مش عايزين. ليه؟ لان انا فهمها بقى بعد ما فهمت الرسمه مش عايز الرسمه. بعد ما فهمت الكلام ده اقدر اقول لك يا سيدي. يبقى سيلكتيف كورس 2 انهبيتور عندها غلطه فزاعه. ايه الغلطه؟ ان هي منعت كوكز 2 انزيم. تقول لي ماشي، وبالتالي منعت تصنيع مين؟ سنسز اوف مين؟ بروستا ايه؟ سايكلين. قول لي يحصل ايه؟ يعني دلوقتي لما تلمع تصنيع بروستا سايكلين مين يشتغل لوحده؟ فيحصل ايه؟ انكريز بليفلت ايه؟ اجريجيشن. يعني ايه المشكله؟ يا ابني هزود بليفلت اجريجيشن عمري، يعني هزود احتماليه ايه؟ ثرومبو امبوليز. وبالتالي اتفاق عام من الفارما المجموعه دي هتستبدل سبيدهم بحرص، خاصه مع الناس اللي عندهم القلب. يبقى يا جماعه ايه شبيه؟ انا ايميل الكلام ده. ده اللي موجود انت مطالب بيه. تاني يبقى انا عندي دلوقتي في غلطه صغيره وقعت في هذه المجموعه، سيبك انت الموضوع ان هم ايه؟ ما بيعملوش على الجي بي تي حاجه، دي حقيقه. بس في لقطه زعل. هم دلوقتي انا عندي اثنين انزيم كوبز واحد وكوبز اثنين قصاد بعض. على فكره كوبز اثنين مش كله ضرب. عشان برضه اتكلم عنه بمرض الله. كوبز 2 منه حاجات فيسيولوجي. يعني كوبز 2 هو بيسموه انديوسر بس منه حاجات فيسيولوجي. وبالتالي من ضمنها اهو ان كوبز 2 بيعمل بالانس مع كوبز 1 ازاي؟ ده بيصنع ثرومبوكسان اللي كان بيزود بليتنت اجريجيشن. كوبز 2 بيصنع له ايه؟ بروستاسايكل اللي بيقلل بليتنت ايه؟ اجريجيشن. فالتوازن ده ببقى مبسوط. طب ازروسين يعتمد في شغله عليه اللي هو اسبرين سمول دوز 175 ملي جرام. بيمنع ده ويسيب ده شغال. فده يقلل بليتنت ايه؟ اجريجيشن. النهارده بقى كوكس 2 انهبيتور عكس الحوار. يعني ايه؟ منعت كوكس 2 بس. فكوكس 1 اشتغل لوحده، مش ده اشتغل عليها بقى. زود ثرومبوكس زاد. فزود بليتنت ايه؟ يعني اذا لو واحد دلوقتي يا ريه عنده انجاين او عنده قبل كده ستروك جلطه في المخ وعايز ياخد مسكن وانت قلت له بص عشان تامن نفسك بلاش اسبرين، خد كوكس 2 انهبيتور. انا بس بحيث. وقال ده اللي حصل بالظبط. ناس حصل وفيات. قال لك انسدنس اوف ام اي زادت معاك. ليه ام اي زادت معاهم؟ لان زادت بليتنت ايه؟ وذلك الدواء ده اصبح وجوده قليل وبيتاخد بحرص شديد. فالمجموعه اللي كنا مستنيينها دي حاجه ما لقتش حاجه واحده. وذلك لو هنتكلم بمرض الله عن كوز 2 انهبيتور قول لها ولا عليك. هي لها كلمه محدش هيعترض عليها. ان هي مالها سيف على الجي اي تي. الجي اي تي تمام معاك. لكن موضوع البليتنت ده بتزود ثرومبوز. هي دي القصه اللي هي كوكس 2 انهبيتور بتاعي. لو عندي دواء طبعا هنسمي اسمه دلوقتي عن كل واحد كلمه. يبقى سيلكتد كوكس 2 انهبيتور كعيله هي بتمنع كوكس 2 فقط. بتشتغل ثلاث شغلات انرجيتك انتي بايوريتك انتي انفلاماتوري. الميزه الجامده بتاعتهم ما حدش بيتكلم عليها ليس جي اي تي اريتيشن. مفيش انسر ان شاء الله. بس لو سمحت لازم المريض بتاعك يبقى سليم عشان ما يحصلوش اجريجيشن. وبالتالي ممكن يحصل له ثرومبو ايه؟ امبوليز. معلش دي لقطه انا كنت عايز اعرف منها بس لازم اقولها. ساعه سالتك اقتنعت او ما اقتنعتش كتابنا اللي كتب الكلمتين في طلب. يعني كتابنا كتب مولتين في طلب وما بعتلك لك طلب ما تعرفش. ايه هي؟ انا كلمت قصدي ايه هتكلم عليه؟ انا كلمت على الجي اي تي صح؟ وكلمت على الكلمة قصدي ايه؟ الكلمة صح؟ صح ولا لا؟ قصدي الكلمة مش واخد بالك انت؟ مش كوبز 1 كان له ثلاث وظائف؟ اتكلمنا على الجي اي تي طلع كويس. اتكلمنا عن الليبنت لا تراكوز هنا مش مصلحه لما يكون لوحده لان عايزين بليبنت ايه؟ هو في الفيسيولوجي حاجه حلوه قصاد الدويني. طب والثالثه؟ انا هتكلم. طب هتكلم حاجه ما تعملش. بص يا سيدي مين اللي كان بيعمل رينا باوز دايليتيشن؟ بروستا سايكلين دول. بروستا ايه؟ اللي هو بروستا جلاندن اي 2 كلنا عارفينه. طب مين اللي صنعه هنا؟ كوبز 2. ولذلك كوبز 2 هنا هو المسؤول عن تصنيع بروستا جلاندن اي 2. تقول له مالي؟ لو منعته هيعمل ايه؟ يبقى هنا كوبز 2 برضه رغم انه طبعا باثولوجي بس هو رول مهم في الكبد قصاد كوبز 1. طيب ما انا اقول لك اهو هو الكتاب نفسه بتاعنا ايه اللي جابهم الاثنين وعكس بعض؟ اقول لك بسرعه. قال لك في المقدمه بتاع نون ستيرويد زي ما قلنا بالظبط ان كوبز 1 بيعمل لينا باز ريديشن. رجع هنا في المجموعه دي قال ايه بقى؟ قال كوبز 2 انهبيتور توكسيك
على الكدني. اهو اهو زي ما كتبت كده بالظبط. تمسك على الكدني ليه سيادتك؟ لانه بيمنع بروستا سايكلين. فلما يمنع اللي هو اسمه بروستا جلاندين اي 2 ولا ايه؟ لما يمنع بروستا جلاندين اي 2 هيقلل فازو دايلاتيشن. طيب دخلنا في حوار اسمه ايه؟ نيفروس. اذا قلت لك المجموعه دي طلعت مالت وما حدش بيعبر لها في الاسئله بس، يعني هي في الاسئله لكن التطبيق في الطب لا. يبقى اذا بقيت كوبسول انتر عشان بعد كده اتكلم عن كل ده كلمه فاضيه. يبقى عندك كوبسول انتر تاج هي ميكانيزمها من اسمها تيب الكوبز اثنين بس، فلا خلاف ان هي انرجيزك انتي بايريتك انتي انفلاماتوري. الحاجه الوحيده اللي طلعت تمام معاها جي اي تي بصراحه. وعلى فكره زي موضوع في الصيدليه ايوه في ده اسمه انتي كوبز. اسمه كده انتي كوبز هو انتي كوبز اثنين يعني. وفي ده اسمه سيجابريكس. دي كلها مسكنات بس بشرط مش اي حد ياخدها. ولذلك هم قال لك الناس العامه ما تعرفهمش احسن. ما تعرفهمش الاطباء والتخصص. يقول لك توعيد قلب ما تدومش. ولذلك هم عندهم مشكله مع القلب ان هم مش بيعملوا القلب العكس ده بوظ القلب. ان هم بيقفلوا كوبز اثنين فيزين الثرومبوزان يعني الثرومبوليزم. والكلمه الثانيه ان هم ممكن يزودوا توكسيك افكت على الكيدني ليه؟ لانهم بيمنعوا بروستا سايكلين بيمنعوا الفازو دايلاتيشن. اذا كوبز اثنين مقلب مطلوب مني اعرف ايه بقى؟ حد بقى الجدول الاساسي الادويه. انت سيادتك حفظتهم قبل كده؟ لا ما بص اولا كوكز 3 ده هو جزء من كوكز 2 مش معاك. في ناس اصلا مش معترفه بوجوده. وهم كان على فكره كل الناس تقول لك واحد واثنين حتى تلاقي انت مش حتى مذاكر مذكره وكتاب تلاقي كوكز 1 2 على طول دايما. كوكز 3 عاملينه عشان راس تابوت بس. يعني هم عاملين من في حاجه اسمها كوكز 3 عشان راس تابوت. قصه راس تابوت قديمه ايه؟ يقول لك طبيعي في كوكز 2 فقط في السي ان اس. فخلوها اسمها كوكز 3. طيب تعالى نتكلم بقى معلش هات الجدول بقى عن كل دواء كلمتين. هم بص يا ابني الثلاث ادويه اللي موجودين عندنا في الشرح كوبس دين ليف. اول دواء سيبتك اشهرهم اسمه سيلي كوبزين. هنعمل عليه سيلي كوبزين لقيته عندك؟ انا بعد العك اللي انا عملته ده عايز اعرف فيه كم معلومه عندك سيادتك؟ كم معلومه مكتوبه؟ اثنين لا خليهم ثلاثه. معلش ثلاثه. على اسف. هو اول حاجه السيليكوكزيد ده جاي معلوماته دي هو صلفا يقول لك ان هو جروب اسمه صلفا يا ابني سيليكوكزيد يا ابني سيليكوكزيد اول معلومه فيه هو صلفا طبعا كلمه صلفا يعني بيعمل ريش ممكن يعمل ريش طبعا اي مركب فيه صلفا ممكن يعمل حساسيه قول لي كده مركب قابلناه في الفارما كان فيه تكوين صلفا دايركت فاكر سازايد ولود ما عدا ايسكرينيك اسيد فاكر طيب عشان ما انساش انا النهارده ان شاء الله بعد الحصه دي معلش انا عارف ان معلش الناس الناس كلها بتستنى مضطر الناس اللي ما حضرتش يا زمايلي عشان الاجازه طعم علمنا الموضوع عن كله في قاعده ان شاء الله بسرعه عشان عملي وكل اسبوع سيادتك هيبقى مطلوب منك مذاكره موضوع من الترم الاولاني بعد كده يعني الاسبوع اللي بعده فهم كده لازم تقول لي وبعدين ان شاء الله الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده هيبقى داخلين على الكارديو فاست هرجع اجيب الترم الاولاني فخلاص ساعتها دخل يعني ايه اعمل حرب يا بيه ايوه ايه عايز كده السمباثيك بينور في فوش صلفا بتعمل ريش ده سيلوكوزيد ايه تاني؟ نيفروتوكس حد يقول لي هو نيفروتوكس منين؟ لانه زي ما قلت لك بقى اهو كتبتها قول له مكتوب ده الوقت عشان بقى اخر معلومه فيها يا سيدي عايزها هو انا قلتها برضه نوت كارديو بروتكت مش بيحمي القلب ليه مش بيحمي القلب ولا ما تقول لي يعني المعلومتين دول احنا شرحناهم على فكره في دار واحد. ديفو توكسيك ايه؟ ونوت كارد بروتيك اللي هي ميزان السرومبو ايه؟ البوليت. يعني دول كده ليه مشرحين في دار ورقه عشان ايه؟ ما نقرش عليه. يبقى المعلومه الوحيده اللي تخص سيلوكوزيد جديده ان هو صلفا يعمل سكين ريش. ادي اول دواء كوبز 2 انهبت. سيري ده كان له اخ هناك في الشرح اسمه ايه؟ روفي فاكره؟ روفي كوبزي؟ انا اسف. خش عليه بقى. لا في مذكره لا كان مش عارف في مذكره وانا احفظ الكورس 2 بس امتى ما علينا خلاص احنا كده كده جبناه منه طب الدواء الثاني اسمه ميلوكزي كام ركز معايا ميلوكزي كام ده موجود في الصيدله لحد دلوقتي ايوه بصراحه ميلوكزي كام طلع واد ما يعيش فيه اسمع مني قال لك ايه قال لك يا عم انا امن نفسي هو انت زعلان ليه عشان بتقفل كورس 2 وتسيب كورس 1 خلاص قفلنا في 2 بس انا بقفل كورس 2 اكتر من كورس 1 لذلك هو عايش لحد دلوقتي طلع واد ايه وعيش فيه يبقى يعني ميلوكزيكام بيكتب لي عنه المعلومه الاول
بلوكزي كام؟ بلوكزي كام؟ اكتب كده بلوك كوكز 2 اكتر من كوكز 1. هو سيجنيفيكت على كوكز 2 بس مش بيور يعني. هو بلوك كوكز 2 اكتر من كوكز ايه؟ 1. ده بلوكزي كام؟ عايز عنه معلومتين كمان يا حبيبي، ان هو بيعمل بي وبي. بي اسمها فوتو سنسيتيفيتي. يعني كلمة فوتو سنسيتيفيتي ولا ايه؟ فوتو سنسيتيفيتي. حساب الضوء معروف يعني. بيعمل حساب الضوء يعني سيادتك لما مريض ياخد الدواء ده ويبقى عنده منه الرجي، لما يتعرض لاي ضوء يحصل سكين ريأكشن، مش لازم العين سكين. يبقى ده الدواء فوتو سنسيتيفيتي. وبيعمل سايد افكت اقول اسمه يا رب تفهم. سودو بورفوريا. ايه بورفوريا دي ولا ايه؟ بورفوريا. ها؟ هو مش كاتب اي تفسير ولا اي حاجه، بس سيادتك عارف بورفوريا دي قبل كده. وهتقابلنا قريبا ان شاء الله في سيريس. ايوه بورفوريا دي اللي هو اكيوميشن لماده اسمها بورفري. بورفورين دوت فاكر حاجه اسمها في بعض الادويه زي باربيتيوريت. وبما قابلنا مش هنعرض عليه اللي مش فاكر ما يزعلش. حضرتك لسه في سيريس قريب. يبقى ده الدواء اللي اسمه ايه؟ نوفزيكان. ليه الكود 2 اكتر من كود 1؟ بيعمل 2 سايد افكت. فوتو سنسيتيفيتي وسودو بورفوري. بورفوري لا بس هو دي ايه نو افكت على كود 1 اقل شويه. ما عشان كده مستجد هو بص صدقها باسمه مين كان او ايه؟ لا صف تجيب بس. طب يا جماعه ايوه قولوا لا موجود هنا بقى. انا بص لا جاب ابو مص جاب ابو مص لسه بيقول لك كان موجود فيها بيت لو ده هقطع ورقه والله. هو ابتدى سنة 2000 وكام؟ 2017؟ ابتدى 2017 برضه. لا يا جماعة بيبقى لا لازم يبقى لا لازم. لا انت مستني شير الاول شير الاول شير معاك. ايوه ايوه صح صح صح. حبيبتي عايز امبارح ولا ايه؟ ايوه ايوه صح والله. خلاص الجدول بقى اتقطع دلوقتي. الاثنين دول يا جماعه اللي تحت. انا اسف. حواليك معلش. اللي تحت اسمه نابيو ميتور. الجدول ده مفيش. معلش يا جدعان بص والله ما انت تعبان. اثنين ميتو تحطوا لنا اهو بس. معلش فوتو سيستيب فوتو سيستيب وصوته بورفوريا مع الدواء اللي تحت اللي هو نابيو ميتور. خلاص يا عم خلاص معلش. كل واحد ياخد ده هو نازل على حسابه. بس عطني ده مش مصر. ماشي ماشي. عشان احنا راجل واحد كده. يبقى فوتو سنتيك. خليك معايا ان شاء الله يكون كويس. فوتو سنتيك وسودو بورفوريا مع الدواء المعفن اللي تحت ده. ايه رئيس بس؟ نانو ميتور. تقول لي طب ده مع ايه؟ اهم معلومه انا قلتها معاه ان هو بيقفل كوكس 2 اكتر من كوكس 1. دي ما تنزلهاش، دي موجوده في الميوزك بتاعك. لا لا شوف. دي حاجة واحدة أنا عارفها. دي معلومة، لكن الكلام ده حسب إيراد. ماشي. يبقى فوتو سنتيكت وسودو بورفوليا نزلهم مع الواد اسمه نادي ويك ميتو. بس يا عم. طب أنت عايز تعمل إيه؟ والله مش عايز أقول أنا حاجة، مستنزل أزميل عادي، بس هو بيسمع إيه؟ إن هو كوكس 2 أكتر من كير من كوكس 1. بص شد خط كده خلصت سيلكت كوكس 2 إيه؟ ما خلاص بقى تاخد تقول تحت الراس. مش سامع. فوتو سنسيتيف لا الرج عادي. كاستراكشر لا استراكشر جواه بيكلم فيه الرج عادي دي ممكن يبقى فوتو. عندنا ادويه في الفرق بتعمل فوتو مش فيه. منها تيترا سايت. يعني هو الدواء نفسه بيكون او ميتابولايت بين ايه؟ يعمل الرج عادي دي عباره عن فوتو سنسيتيف. حاسسها في الجلد لما تعدي الشمس. كاستراكشر مش حاجه مش ميكانيزم يعني. طب ركز معايا. شد خط كده خلصنا يا دكاتره ثلاث ادويه اسمهم سيلكتيف كوكس 2 اي انر. عندي دواء تحت كده هو جاي عافيه هنا اسمه طول. هو كان ده هو طول ولا حاجه. ده اللي اسمه طول 200 ده لا طويل ولا حاجه. اكتب تحتيه شورت دوز. طول 200 شوف طول 200 لا ده مش تبع العيله دي ده لوحده. طول 200 ده احنا شفناه خط تعبير هنا لوحده. هو مكتوب ان هو طول صح؟ لا يا ابني ده زعبول. اكتب شورت تي ار طول 200 ده واكتب عنه كلمه واحده نوت يوزد محدش بيحبها
المنتج من الاخر طول 200 عيال واحد هو عامل عيال واحد هاي سايد افكت جميع السايد افكت اللي سمعتها في اسبين بتحصل معاك فوق يبقى نوت يوز لانه هاي سايد افكت بس ده طول 200 بس لازم عليا دكتور 200 دواء شورت دويشن ونوت يوز هاي سايد افكت جميع السايد افكت بتاع اسبرين دي اعملها بس بفترض يعني الجي اي تي اكثر جامده البيجن جامد هكذا ناقص لي كده شويه مجموعات صغيره جنب بعضهم هو بس بتقول لي تيم كده طيب لا خلاص طويل بس مش بص يا جدع هات لي غير اسمي في عندي اوبزيكان اوبزيكان وقصادها ارايل اسيتيك اس هجيبه قصاد بعض عيلة ارايل اسيتيك اس يا ولاد عيلة مشهورة في الصيدلية عيلة ارايل اسيتيك ده ايه؟ ارايل اسيتيك اسيد عيلة مشهورة يا جماعة ومنها دواء مشروع عايز تكتبه تحت اسمه ديكلوفيناك ديكلوفيناك اسمه في مصر عندنا ايه؟ بولتامين عارفينه؟ هو ده بولتامين دول يعني كتاب عندي عامل ايه؟ كلمتين مش اكتر يبقى ديكلوفيناك ده اللي هو بولتامين في الصيدليات طبعا منه اولاد انواع ثانيه زي الكتافلام عارفين الكتافلام؟ برضه على ديكلوفيناك يبقى عندنا قرايب اسيتيك اسيد عايز اسم الدواء تحت لو سمحت اسمه ديكلوفيناك هنشرحه قصاد اللي جنبه اللي جنبه عيلة اسمها اوبزيكام صح؟ اوبزيكام ايه؟ اوبزيكام دي منها دواء اسمه بايروبزيكام هتبقى احسن من غصب عشان تفهم يبقى ديكلو ديكلو في ناس هذا مع قرايب اسيتيك اسيد وقصاده اوبزيكام اسم الدواء بايروبزيكام مالهم بقى وسط بعض دول يا سيدي؟ اسمع عايز بالظبط عنهم كام معلومه؟ معلومتين ومعلومتين وصلت فيك وصلت فيك بس بص يا سيدي الدواء ده اللي هو ديكلوفيناك بيقول لك ان هو كونسنتريتد ان سينوفيال فلويد الدواء اللي هو ديكلوفيناك ده كونسنتريتد ان سينوفيال ايه فلويد يتركز جدا طبعا في الجويد وزاد جدا تلات طول العظام بيعزوه قوي في موضوع ايه؟ ارثرايتس يبقى قلت ايه؟ او ديكلوفيناك كونسنتريتد في سينوفيال فلويد. تاني معلومة فيه شورت تي ار. ده ديكلوفيناك اللي هو فولتارين. ممكن تلاقي عليها سؤال في الامتحان؟ ممكن. طيب الولد اللي اسمه بايروكزي كي. هو المعلومة اللي سمعتها فين قبل كده لو سمحت. الحصة اللي فاتت. هو بيقول لك ان هو طبعا الدويشن بتاعته لونج. لونج تي ار اعلى ديوريشن في الفرد ليه؟ قبل ما اقول هنا عشان الفرد دي شورت وست رول فاكر حاجه اسمها انتيرو هيماتيك سايكل قلناها فين الحصه دي؟ فكرني قلناها فين الحصه دي؟ ده فوق اسمه ايه؟ سولينداك 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 كان دواء لونج تي ار في انتيرو هيماتيك سايكل عندنا برضه بايروكزيكام ده سبب انتيرو هيماتيك سايكل وزيك هو لونج وعلى فكره معلش الرقم معرفه لك الله يكرمك بيشتغل كام ساعة؟ تقريبا ده أعلى ديوريشن في المجموعة كلها 36 ل 100 ساعة. طبعا 100 ساعة اللي بيتكلم في كام يوم تقريبا؟ حد بقى معرفة رينج أربعة وحتة. أربع أيام وأربع ساعات بالظبط طبعا درس ده اسمه إيه؟ بايروكزي كام. يبقى دلوقتي عارف ده الديكوبيان كونسنتريت في سنوات فيلم بس شورتي ده بيحصل له انتيرو هيبريك سايكل ولونج تي ار بيشتغل 100 ساعة. سايد افكت 36 ل 100 ساعه سايد افكت يا جماعه بالنسبه للفولترين على فكره بص هو كلهم زي بعض بس الفولترين قال لك ايه؟ بيعمل هيباتيك ونفرو توكسيستي يعني بيعمل هيباتو توكسيستي افهم بس عشان افهم ونفرو توكسيستي تقول لي يا نهار ابيض ده مصر كلها شغاله عليه هقول لك حاجه كمان هو المفروض لو الدكتور عايز يدي فولترين يتصمم قوي على الكبد لو الكبد تعبان ما يديش لانه بيزود حاجه اسمها ترانس امينيز عارفين ترانس امينيز ولا لا؟ ايه ترانس امينيز ده؟ اللي هو ليفر انزايم وتلاقي لو واحد عنده كبد بلاها بولترين اصلا ممنوع تمام ساعتك لو واحد عنده كبد وخد بولترين هتلاقي ساعتك كبد وقت اكتر ممكن يعمل لك ايه؟ هيماتيمز رجع الدم يبقى ده هيباتو ونف بايروكزي كام محدش بيحبه لان الاولاد بيعمل سيفير بليدنج سيفير بليدنج والسريشن
قول لي على فكره المجموعه كلها عليها مشاكل. طبعا المجموعه كلها فيها قلق، بس على فكره خلينا برضه نتفق ان فولفرين ده موجود بقوه عندنا وشغال. قول لي بقى فين انا مستني الصبح؟ في ادويه انت ما قلتهاش المجموعه دي انا بستعملها. كيتوفان فين؟ صح؟ فين بروفين؟ فين الكلام ده؟ اللي هي المجموعه الاولى خالص اخر مجموعه في الجدول ده عشان ايه بقى؟ هي المجموعه عندك اسمها دي اخر مجموعه بقى ايه؟ اول واحده او عايز كام واحده عن كل واحد ونخلص. بروبيونيك اسيد ديريفيتس. اول دواء اسمه ايه انجليزي؟ نابروكزين. نابروكزين ده عايز كلمه واحده فين؟ احنا خلاص نقطه اصلا؟ معلش تحفظهم بالذات ممكن ينسوا قاعد ده اكتر معلومه فيه ان هو السايد افكت بتاعته عايشه. يعني موضوع البريدنج الجامد اهو دي كان ما تسيبوش. الواد ديكلوفيناك يعني المعلومه دي ممكن مميزه شويه فيه عن المجموعه كلها. طيب البروبيوليك اسيد ريفيتس اول دواء اسمه نابروكزين. نابروكزين عايز فيه كلمه واحده. هو اقوى من الاسبرين 20 مره. نابروكزين سترونجر 20 تايمز زي الاسبرين. نابروكزين اول واحد اهو. يبقى نابروكزين يا دكاتره اقوى من الاسبرين 20 مره. ده الدواء الاولاني. التاني اسمه ايه؟ ايبوبروفين. عارف مين ايبوبروفين ده؟ ايبوبروفين ده في الصيدليه اللي هو بروفين. عارفين بروفين؟ فين اللي هو 200 و400 ده؟ ما عنديش معلومه فيه صراحه. هو بيقول لك ان هو انرجيتك ان سمول دوز مسكر حتى لو بقى صغير يعني بتوع السم جدا. بروفين اللي هو انرجيتك ان سمول دوز ما عنديش معلومه. اه ده اسمه ايبوبروفين اللي هو قليل اسم الصيدليه بروفين والبيت. طب في تالت اسمه ايه؟ فلوبي بروفين. معلومه اللي قالها كتابنا يعني كونترا اندكيتد البرونكيال ازمه وانجيوديما. فلوبروفين ده ممنوع في البرونكيال ازمه والانجيوديما. طبعا لان سيادتك عارف ان ده من ضمن الالرجي بتاعت اسبرين. ممنوع في البرونكيال ازمه والانجيوديما. اخر واحد عايز تكتبه من فوق مش عايز تكتبه بصراحه. هنا بنعمل يبقى فلوبروفين ده الكتاب اللي قاعد معاه شبه مره واحده كونترا نيجيتيف برونكيال ازمه وانجيوديما. اخر واحد بقى اللي هو الكيتو بروفين ده كيتوفان يعني. كيتوفان يعني عنده شويه حاجات كده تميزه شويه عن اخواته. عايز فيه ثلاث معلومات بالظبط. كيتو بروفين بص معايا هو بيمنع كوكز ولوكز. سمعتها فين قبل كده؟ لا الراجل ما تركزش. بيمنع كوكز ولوكز ده السولينداك. بيمنع كوكز ولوكز ده السولينداك مش السولينداك اللي بيعمل كده؟ طب دي اول معلومه فين؟ المعلومة الثانية يا سيادتك ان هو في دواء اسمه بروبنسين هنقابله ان شاء الله في حصة النهاردة. بروبنسين ده فاكره من جنرال فارما. ماذا تفهم عن بروبنسين في الفارما؟ كان بيقلل رينال اكسبريشن بتاع مين؟ بنسين. اه بروبنسين برضه بيقلل رينال اكسبريشن بتاع الدواء اسمه بروبنسين ده. يبقى اكتب بقى بروبنسين انكريز اكس ليفل. بيزود الليفل بتاعه ايه؟ هنفهم دلوقتي ان هو بيحل محله في الاكسبريشن. الروبنسيد ده دواء هنقابله بيقلل اكسكريشن بتاع الكيتوبروفين فيزوده في الجسم فتره. بصراحه هو قال لهم سايد افكت لو سايد افكت ولذلك الكيتوبروفين انتشر كتير يعني كده. نفس حاجه في المجموعه دي طبعا اشهر دواء في الجدول ده اسيت منه فين الله يكرم خيبات منه يعني في الاهميه ده اسمه اندوميساسين ولو سالك في الامتحان عشان انتوا سيبنا اصلا معلومه واحده عشان كده الموضوع خلص. اندوميتاسين قول لي استخداماته امبارح يلا لو سمحت. محدش عبر لي. اندوميتاسين امبارح في الحصه كان بيستخدم فين؟ بي دي اي وبي دي اي. بي دي اي الثانيه كانت هنا. طب سؤال معلش ليه اندوميتاسين بيستخدم في الديسمين ريك؟ بيمنع ايه في اليوترس؟ بروستا جلاند. طب معلش ركز كده اسمع دي حتى مش مقتنع بيها. هو البروستا جلاند بيعمل فيوتس كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ خبرني بروستا جلاند على حسب نوعها بس هي الجانب بتاعها كونتراكشن. لو انا اديت اندوميساسين وفي واحده قربت تولد هيعمل في البروستا جلاند يعمل ايه صح؟ يعني يعمل ايه؟ يأثر ولاد معلش عايز افهمك حاجه. اندوميساسين المفروض بيكافوا منه في اخر اوقات قبل الولاده على طول انه بيأخر الولاد. بس اقدر واحده جايه في كلمه اسمها بري تيرم ليبر. سمعتها قبل كده دي؟ بري تيرم ليبر دي كانت بتعمل كده. فكان ده اسمه زمان ريتودرين.
بيتا 2 اجنست. زمان بيتا 2 اجنست ده كان بيأخر ايه الولاد. قال لك برضو معلش جنب كلمة ديس نورية ليزو ساسين معلش اكتب كمان بري تيرم ليبر. نستعمل كمان في حاجة اللي اسمها ايه بري تيرم ليبر اللي هي الولادة اللي قبل الأوان زمور اللي هي الولادة المبكرة. هو بيقللها اللي هي البروستاجل نفس ميكانيزمه في الديس نورية شر. كده الجدول اللي هو بتاع أزر نان استرويد خلص. أوصيك فير بأستمر فين الله يكرمك. لا ما ينفعش تطلع اقول ينفع وش ما ينفعش يعني مشاكل هو اقل طعم الكوره بس برضه لا لو هيك بتقول لك تنجيم تنجيم اصلا كتير مين اللي ما خدش يضرب يا جماعه عشان نبدا الحصه يا ربي. طب معلش يا شباب اللي جنبي باقي مش عايز قد كده بس يا 15 جنيه كده 15 جنيه النهارده هنخرج بقى بره دايره المسكنات. احنا زينا بقى بقينا مورفين وعيلته وازمرين وعيلته وعيلته كلهم في السنه في الاختبار ده. هنخرج بقى السيستم ده كله امراض. يعني هسالك عليه بس الاول النهارده حتى ما خلصتش ليست امراض. اول مرض قابلنا اسمه جابت. ابعت لي ورقه الله يفهمك. جابت يا راجل بقى الاحمر صح؟ سيادتك عارف يوريك اسود ايه؟ لا الناس معايا الله يكرمك عشان انت. سيادتك عارف اليوريك اسيد؟ بعت لنا جماعه ورقه. اليوريك اسيد ده بيتصنع ازاي في الجسم يا ولاد؟ لما سيادتك بتاكل في حاجه فيها لحوم صح؟ بقى. لما بتاكل حاجه فيها لحوم اللحوم دي بتكون ماده اسمها يا جماعه حط ده غلط. انتوا عايزين كده عندكم ايه؟ اللي كان طيب ما لوش كده. الناس كده ما فيش. الماده اللي اسمها هايبوزانسين. ايوه زنسين بيتحول لزنسين ثم يوريك اسيد. حد فاكر اسم الانزيم اللي على المستند ده اسمه ايه زمان؟ دي انزيم في البايوس زنسين اوكسيديز فاكره؟ طيب احنا معلش عشان نخلص انت الجدول مش محتاج تبص اي كتاب ولا مذكره هتديني تسيب لي ظهر الجدول رسمه اسمها باثولوجي بتاع الجدول. المطلوب الكتاب مش هتعرف كتاب بس هتفهم منها كل حاجه. ومن الرسمه دي هنطلع عليك الجدول. الجدول ان شاء الله مش هياخد وقت هو مش كبير. مسافر. جنبي يا جماعه دول. الجدول فين؟ مين ما خدش لا لسه. لسه برضه مش عارف معلش. بقى كمان 10 بص معايا بقى. هرسم الاول في ظهر الجدول رسمه وبعد كده نخش ان شاء الله الادويه بتاعته وعلى اسمع معايا الرسمه دي ممكن طالع اوريها الجدول ده مش محتاجين فيه حاجه احنا مش الجدول هيبقى فين انا ارسم هنا عايز ارسم مفصل عايز ارسم ازاي مفصل جوينت عملت بتاع جاي مش مجبور على الصبور والله العظيم تفوح تفوح الله بتاع صبور ايه؟ مش شمال ايه؟ شايفه؟ باظه مسطح؟ لا يا شباب باظ مكان ايه؟ ده احسن انا فيه. بص يا جماعه ادي نفس الوقت لا اصبر عايز اوقف على ده مفصل ان شاء الله هتقول بص يا سيدي ازاي بيتصنع اليوريك اسيد في الجسم؟ طبعا سيادتك الواحد لما ياكل اكلات فيها بروتين زي البروتين الحيواني اللحمه الحمراء يعني زي ما بيقولوا اللحوم دي بتكون هايبوزانسين هي معايا اهو هايبوزانسين ده مشهور يلا في الجسم عن طريق انزيم اسمه زانسين بيجي يكون ايه؟ زانسين ثم عن طريق نفس الانزيم يكون يوريك ايه؟ اسيد الطبيعي يا دكاتره عن انزيم اسمه زانسين اوكسيديز ما تنساهوش الطبيعي يوريك اسيد ده لما بيتكون سيادتك بيحصل له اكسكريشن في اليوريك
فاكر الطاقه بتاعته كان اسمها ايه؟ اورجانيك اسيد سيكريتوري سيستم، موجوده في اي حته في النيفرون؟ بروكسيمال كونفينيوتي تيديول. تقول لي ماشي. لما يحصل بقى اي ديفكت في الباثولوجي عندك سيادتك بيقول في الاسباب مش قضيتي انا، في اسباب بتبقى امراض بقى سندرومات، وفي ناس بتبقى بتاكل لحمه كتير، وفي ناس عندهم مشكله في الكدني. المهم يوريك اسيد ده بيحصل له ايه؟ ديبوزيشن. يبدا يترسب فين يا ولاد؟ في الجوينت. اسمع يا ولاد، هيحصل ايه؟ اول خطوه ايه؟ ديبوزيشن اوف يوريك كريستال ان جوينت. هو الباثولوجي مش هيفرق معانا، بس انت لو فهمت الباثولوجي جه منين؟ الفارما ماشيه بالخطوه على الباثولوجي. يبقى انا لما يوريك اسيد يتجمع في الجسم، اول حاجه بيحصل له رقم واحد ايه؟ ديبوزيشن. على ايه؟ كريستالز ان جوينت. وبعدين طبعا ده بالنسبه للجوينت حاجه عاديه ولا حاجه غريبه؟ لازم الجسم يتفاعل يعمل ايه؟ يبعت ماكروفاج. فبيحصل كلمه ثانيه اسمها مايجريشن، عارفها؟ لا قلتها قبل كده. مايجريشن اوف ايه؟ نيوتروفيلز او ليكوسايت. طبعا للجوينت نيوتروفيلز دي هنا تعمل ايه؟ طبعا تيجي هنا بيه عشان تعمل فاجو ايه؟ طبعا هي بتعمل فاجو سيتوز، بس الدنيا مش سهله، هتلاقي الكميه كبيره جدا. فبيحصل الليكوسايت دي رابشر، يبقى الخطوه اللي بعدها ترابشر ليكوسايت. لما ترابشر يعني ايه؟ هتطلع مكوناتها ومنها لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده يعمل هنا اسيدوز. تاني معايا عشان ايه؟ واحده واحده. يبقى اول حاجه لما يوريك اسيد بتصنع بكميات كبيره بيحصل له ديبوزيشن فين؟ في الجوي على ايه؟ كريستال. الديبوزيشن ده بيليه مايجريشن اوف ليكوسايت او نيتروفيلز للجوينت، تعمل فاجو ايه؟ دي طبعا هيحصل فاجوسايتوزس. وبالتالي لما يحصل فاجوسايتوزس المفروض لو الكميه صغيره جدا الجسم يخلص منها بسهوله بدون مشاكل، لكن لما تكون الكميه كبيره او زي ما بقول كده الستيمولس اشد من الماكروفاج، الحرب هنا مش في صالحها، وبالتالي يحصل رمشه ويطلع من مكوناتها لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد بيخلي الميديا ايه؟ اسيدك. وبعدين يحصل كرسان، يحصل مور بريسبتيشن اوف يوريك كريست. اه يا ولاد هنا انت بتزود الطين ايه؟ بل مور بريسبتيشن اوف كريست. تقول لي وبعدين انت كده دخلت في حركه مفرغه. وعلى فكره طب ما هنا النيتروفيلز جت وعملت الكلام ده، انا بسمي الكلام ده انفلاميشن. انا ما يهمنيش الباثولوجي بمعنى تفصيل، بس افهم الكلام. يعني ده كله كده هسميه يا ولاد انفلاميشن. انا دكتور ولذلك بيسموا الناس ده المرضى جاوت ارثرايتس. تاني اللي حصل الاول عشان ابدا اتكلم عليه، اللي حصل يا ولاد ان انت لما سالتك خدت بروتين تكون ماده اسمها روت رايبوزانسين. رايبوزانسين في وجود الزنزين في تكون زنزين، والزنزين بيتكسر الى يوريك اسيد. يوريك اسيد يحصل له ايه بعد كده؟ ديبوزيشن في الجوينت. هذا الديبوزيشن يليه على طول الجسم مايجريشن اوف نيوتروفيلز. النيوتروفيلز تيجي تعمل فاجو ايه؟ 100 100. الفاجوسايتوزس لما الاقي كميه الكريستال دي عاليه قوي بيبدا الفاجوسايتوزس اللي تحصل لها دامج او ربش، فتطلع مكونات ومكوناتها دي بتعمل انفلاميشن. هنا انا دخلت الجوينت في حاجه في صراع بيسموها عندكم باثولوجي انفلاميشن، وزي الناس بتسمي الجاوت جاوت ارثرايتس. طبعا اللاكتيك اسيد لما بيحصل له ريليز من الماكروفاج او النيتروفيل بيعمل مور بريزنتيشن، وبالتالي دخلت في حركه ايه؟ مفرغ. عايزك بقى تقترح على الصبرانه دلوقتي ازاي تعالج ايه؟ بعد المايجريشن اللي بيحصل فاجو ايه؟ وبعد كده الابشن الليكوسايد. طبعا لاكتيك ايه؟ لاكتيك اسيد ده يعمل ايه؟ مور بريسبتيشن. الكريستا دي تترسب اكتر في الجوينت. فكده دخلنا في حركه واه. طيب اقترح يلا علاج للجو. يلا نجيب. بص يا سيدي العزيز عشان ننجز. انت قدامك طريقين في حالتين مختلفتين. ازاي؟ هنا هتكلم عن كورونيك جلطه. لان حاله كورونيك يعني حاله ايه؟ حاله مزمنه مستقره. لكن انا هتكلم عن اكيوت جلطه. هو الواحد بيجي لك ليه؟ اقول لك بصراحه. امتى مريض الجلطه تجي لك؟ لما يشتكي من الم. ثلاثة المريض ولا بيعض. لما يشتكي من الم، والالم ده بيحصل امتى؟ اثناء الانفلاميشن. طبعا انت عارف الانفلاميشن بيعمل بين سويلنج صح ولا لا؟ فالمريض دايما بيجي لك اكيوت هنا. يبقى دي كده اسمها اكيوت جلطه. مش تبقى عارفين. واللي هناك دي اسمها ايه؟ كورونيك جلطة. عشان بس يبقى الرسمه جابت لها معنى عشان نبدا نخش الجلطة على طول. يبقى انا يا ابني لو عايز اعالج كورونيك جلطة انت قدامك طريقه من اثنين. يا تمنع تصنيع مين؟ يوريك اسيد
وتمنع نظام سويرت جدع، وهذا دواء مشهور جدا من البايو حتى من زمان اسمه الو، فاكره جدع. يبقى انا عليك اول دواء بيجي في امتحان دواء مشهور بيمنع انزيم ده اسمه الو بيرينول. الو بيرينول ده عملات طبعا سموه بيرينول نسبه للبيورين اللي هو البيرينول هو هايبو زنسين. الو بيرينول ده بيمنع زنسين اوكسيديز تعمل تصنيع اوريك اسيد. هذه طريقه اولى في علاج الكورونا الجوي. طريقه ثانيه احنا عاملين شغالين فيها اقل حاجتين اسمها جه النهارده. طب ده تسوي وقت في الجسم ليه؟ ما تنزلش اليورين في مجموعه اسمها يوريكو ايه؟ 100 يوريكو زون. يبقى بص يا ابني عشان لو ضربت الامتحان لو عايز تعالج كرونيك جاوت قدامك مجموعتين. قدامك مجموعه اسمها الوبرينول بيمنع السينسيس بتاع اوريك اسيد، ومجموعه اسمها يوريكوزوريك بتزود اوريك اسيد ايه؟ سكريشن. يبقى انا كده بعالج مريض مزمن. على فكره العلاج ده ممكن يستمر اب تو سنتين. يقول لك بس انا خفيت، تقول ما خفتش. انت الاعراض خفت شويه لكن المرض لسه موجود. وده معلومه ليك انت، هو امتى قول المريض ده يوريك اسيد بتاعه عالي؟ لو اعلى من 7 بقول يعمل تحليل يوريك اسيد في الدم لقيته اعلى من 7 جرام بير دي ال يبقى ده عنده ايه؟ يوريك اسيد عالي. طبعا على فكره الدكاتره بتوع العظام كلهم بيقولوا مش لازم الرقم بتاعك، يعني ما يجراكش الرقم بتاع مني نورمال وتقول ما عندكش، بيبقى ده رقم نورمال وعنده اعراض جوت تعالجه برضه. من الاخر لو سيادتك اشتريت من ورا حاجه عامل رجليك زي ما بيحصل تيجي على طول ده عضو رينجز. ده كده اسمه ايه؟ كورونيك جاوت. طب الاكيوت اقترح يلا اقتراحين. طبعا المايجريشن ده مزعلني ليه؟ رغم انه مناعه صح؟ بس ادى ايه في الجسم؟ في جوينت انفلاميشن. وزاد في دواء مخصوص وهو اشهر دواء في الصيدليه في هذا الموضوع. مهمته يا ولاد يمنع المايجريشن يمنع دي بتاع الليكوسايت تو جوينت. ده اسمه في الفارما عندنا كولشيسين. ده اسمه ايه؟ كولشيسين. اسمه في الصيدليه يورو سولفين. عارفه؟ الفار الاخضر. الفار الاخضر ده اللي هو اللي بيبقى الانسولين ده اشهر فار في الموضوع ده. ده عباره عن كولشيسين. طيب مشتغل ازاي؟ بص على السطور. هقول له رد. هو بيمنع المايجريشن بتاع النيوتروفيل تو جوينت. قول لي يحصل ايه؟ يمنع ايه؟ ده بيمنع المايجريشن يبقى يمنع فابو، يمنع ركشر اوف ليكوسايت، يمنع ريليز اوف لاكتيك اسيد، يمنع مور برزنتيشن. هو ده القدام الاول. ومش عايز اقول لك الدواء ده له تاثير دراماتيك، يعني تاثير وقت. هو بص هو ليس مسكن. هو الدواء ده الكالشيسين في الفارما مش انرجيزي، ولكن في هذه الحاله مسكن. اللي مسكن ليه؟ يا ابني معجلك السبب من عدم. يعني عارف زي ما قلنا كده اسبرين في الديسمينورين هو مش مسكن بس في عادي ايه؟ القضيه. مش عارف بروستاجلاندين هكذا كولشيسين. كولشيسين بيمنع المايجريشن بتاع الليكوسايت بيمنع الانفلاميشن. وزي ساعتها يسكن القلب. دي الطريقه. طبعا هي له مشاكل كتير جدا. يبقى كولشيسين له ادوات كبيره انا عارف بس اصبر. يبقى كولشيسين دواء بيشتغل في الاكيوت في ساعتها. طب قول لي اقتراح تاني، ادي انتي انفلاماتوري زي اللي قبلناه قبل كده. ليه بدي انتي انفلاماتوري يا دكاتره؟ عادي انتي انفلاماتوري ايه يعني؟ قول لي. عشان يمنع الانفلاميشن اللي حصل وهذا اكيوت الطول. يبقى عندي طريقتين يا اولاد هتمنع الانفلاميشن ده. اذا يا اولاد ده مساعدك علاج الكرونيك جاوت ولا بيبص على الراس ده الكرونيك يمنع يوريك اسيد سينسيس او يعمل يوريك اسيد اكسكريشن يوريكوزور. عايز تعالج اكيوت جاوت يبقى لازم تشتغل ساعتها سيادتك ايه؟ في الانفلاميشن. تمنع المايجريشن بتاع الليكوسايت او تدي انتي انفلاماتوري. طبعا اشهر انتي انفلاماتوري عشان اخلص في عيلة اسمها كورتيكوسترويد. عارفها؟ كورتيكوسترويد طبعا دي عيلة مشهورة. وفي ناس على فكرة في دكاترة يقول لك نحقن الكورتيزون في المفصل. اسمعوا كده ولا لا؟ ده يقولوا كده نحقن الكورتيزون في المفصل ليه؟ اشتغل لوكال. طبعا للأسف الموضوع بيبقى بيجيب ريسبونس رهيب وقت بعد شهرين تلاقي المريض يرجع تاني. يروح الدكتور يقول لا مش كل مرة هعمل لك كده ما ينفعش. لأن كده بيدمر الجوينت، لأن بيدمر المناعة. كورتيكوسترويد وفي طبعا نون ايه؟ حاجه اسمها نون ايه؟ نون استرويد انتي انفلاماتوري. طبعا الاسبرين لو هيتاخد لازم نقول عند عارفها لا. اسبرين لو هيتاخد كمان استرويد اكتر من 5 الله جل. اسبرين ما حدش بيحبه لانه شريط لي الجرعه كبيره. طب سيادتك فاكر حصه الجاي النهارده استخدم كانتي انفلاماتوري في الجوت فينايل فينايل طب النهارده اهو طب ده زول كان انتي انفلاماتوري جامد في الجوت. يبقى اذا انا عندي اربع مجموعات في الجوت يا دكاتره عايز اتكلم عنهم. عندي دواء اسمه الوبرينول، عندي دواء اسمه يوريكوزوريك، عندي دواء اسمه كولشيسين،
ولعبت انفرامات والدرس وما مش هتكلم عن كده. لعبت انفرامات والدرس كنت مستورد لسه جاي وكنت مستورد العيد شهر. عايز ايه الجدول بقى؟ واحده واحده كده بقى ايه؟ مكان ده. اليوريك اسيد في حد ذاته مش بوظ المفصل؟ لا اليوريك اسيد لما يترسب مش هو القضيه، زي الانفلاميشن كده. فورمودي مش هو مش هو مشكله. المشكله دايما فين؟ لما يجي يحصل انفلاميشن. اعتقد ده معروف من الباثولوجي. طيب بص يا جماعه هات لي بقى الجدول جيب دواء دواء ده كده الباثولوجي بتاعنا وازاي تعالج الاكوتو كرونيك. انا كده مش محتاج اي حاجه الا الجدول بقى بتاعي. هنبدا جدولنا احنا عندنا ايه؟ اول جدول عندك كولشيتين. كولشيتين يا سيدي طالب في ميكانيزم يوزز سايد افكت. بص الكيمياء هنخلص فورس 24. قصاد يا جماعه ده اسمه ايه؟ الو برينول. يبقى انا عندي كولشيتين الاول وقصاده الو برينول. هنتكلم عن ميكانيزمهم من على السبوره الله يكرمك ونجد. يلا كولشيتين ده ميكانيزمه على السبوره ايه؟ انت اللي عرفت ايه على السبوره دلوقتي؟ انا ما بديتش المول يمنع مايجريشن اوف مين لمين؟ النيتروفين للجوينت فيمنع فاجوسيتوس فيمنع ريليز اوف لاكتيك اسيد فيمنع مور بريسبتيشن اوف يوريك اسيد للجوينت. بس خلي بالك الكلام ده له التصريح في الاول. ازاي هيمنع المايجريشن بتاع النيوتروفين؟ شايف تسمعنا حاجه اسمها مايكروتوبيولز؟ في ناس ما سمعتش. المايكروتوبيول يا ولاد في الموفنج اورجانيز حاجه بتتحرك اهو لو المايكروتوبيول حاجه بتتحرك هي مسؤوله عن الموفمنت. اما في الحاجات اللي بتنقسم مسؤوله حاجه اسمها سبيندل فورميشن ومايتوزز. سمعت ولا لا؟ الله يشفيهم ويسمع حاجه. سمعت على فكره حاجه اسمها مايكروتوبيولتي في الهيستولوجي. المايكروتوبيول او اسمها تيبيولين. مفيش خالص. طيب المايكروتوبيول او تيبيولين دي ماده مسؤوله فين؟ الموفنج اورجانيز الماليكوسايت دي موفنج تتحرك على المايجريشن. طب لو هي حاجه ما بتتحركش يعني حاجه اصلا ما يعني مثلا مصر هي مصر في مكان ايه؟ حرش بس بتبقى في السايت او مثلا حاجات حاجات بتنقسم زي البومار تنقسم مسؤول عن حاجه اسمها سبينت انفورميشن بتاع المايتوز. سيادتك الكولشيتين بيجي في المفصل بيجي يرتبط بيها ويمنعها. فبص لو هتكلم عن ليكوسايت بيمنع ايه؟ مايجريشن بتاعها. طب لو هتكلم عن حاجات تنقسم يمنع الفيجن بتاعها. ولذلك الكولشيتين ده استخدام كانتي كانسر. ليه بقى؟ بيمنع المايتوزس. فالكولشيتين عندنا له ميكانيزمين، ميكانيزم كبير نخصها النهارده وميكانيزم تاني هنطلبه حتى كده في الامتحان. فانت مع بعض كده بقى فهمت ميكانيزم ايه الكولشيتين؟ هو باين تو مين؟ انجزني يبقى باين تو مايكروتوبيولز. بيمسك المايكروتوبيول يمنع مايجريشن of neutrophil to join. طيب انت بقى تكمل المسج على الصبور فيمنع فيمنع فيمنع. يلا هو لما يمنع المايجريشن بتاع النيوتروفيل تو جوين يمنع بعدها فاجو ايه؟ يمنع فاجو سيتوزيس فيمنع رابشر اوف ليكو سايت فيمنع يا ولاد ريليز اوف مين؟ اوف لاكتيك اسيد. انا ماليش الباثولوجي كله. فيمنع مور بريسبتيشن اوف يوريك اسيد ان اي جوينت. يبقى تاني يا جماعه الميكانيزم ده الله يكرمك وخلي بالك هو ده اللي عايزه بالتفصيل. تاني هو ده الكولشيتين بدا ازاي؟ هيرتبط بالمايكروتوبيول يمنع المايجريشن اوف ليكوسايت او نيتروفيل تو جوينت. لما توصلش الليكوسايت تو جوينت هيحصل ايه؟ هيبدا يمنع الفاجوسيتوز فيمنع رابشر اوف ايه؟ اوف ليكوسايت فيمنع ريليز اوف لاكتيك اسيد فيمنع مور بريسبتيشن اوف يوريك اسيد انجر. ده كده الميكانيزم الاولاني اهو. وخلي بالك الناس بتقول كده ميكانيزم كانتي ايه؟ انتي انفلاماتي. يعني ده كده كله اقول لكم كلمه في كلمه اسمها ايه؟ انتي انفلاماتي. ماشي؟ قول. ما الليكوسايت نفسها الليكوسايت نفسها لما بيحصلها رابشر بتعمل ايزوفلاكتيك. ليه؟ لان يعني سيادتك لما بيحصل هنا انفلاميشن بيخلي الميتابوليزم هنا انيروبيك.
فبيحصل ايه؟ لاكتيك اسيد بيطلع بكميات كبيره، بيخلي الميدلي اسيدك. اسيدك ميدلي بتعمل مول برسبتيشن مع اسيدك ويوريك اسيد اسيدك. بيحصل مول برسبتيشن لمين؟ لليوريك اسيد. ده اللي انا مش عايزه. يعني هنا اللي زي ما بقول كده النيتروفيل جت كحاله عليك. فامنح. هو الكلام ده ازاي علينا انه سبريشن عادي. وعاملين كولشيسين كده على فكره كان ده من فتره ب 60 قرش. الكلام ده اللي راس منه ب 60 قرش. ده رخيص جدا. بس وهو سمعته مش حلوه، محدش بيحبه. بس لما محتاج محتاج فتره قصيره. ده كلاسيك الدعم كانتي فراك. لوست ده رقم اثنين هو بيمنع سبندل فورميشن. بيمنع سبندل ولا فورميشن. فبيشتغل كانتي يا دكاتره مايتوتيك. يعني انتي مايتوتيك بقى؟ انتي مايتوتيك ضد الميتوز. ماشي يا جماعه؟ يبقى هو بيمنع سبندل فورميشن فيبقى انتي مايتوتيك. يمنع الميتوزس وبالتالي ممكن استخدمه كانتي كانسر. ده قصه الدواء اللي اسمه كولشيسين كيميكات. سهل. جبت انت اول كلمه وبعد كده الكلام جنب بعض. قصاد. المايجريشن الديفيجن. طيب بص يا جماعه بالنسبه للعلوم دي ولا عايز حد يقعد يقول لي كلمه بسهوله ده اسهل كلمه. اه يقول لي كلمه كمان اسهل من قصاد ده. بيمنع الزنسين وسنسين يمنع تحويل مين لمين لمين؟ يمنع تحويل علو زنسين الى زنسين الى يوريك ايه؟ خلاصة الكلام بيمنع سنسس اوف يوريك اس. بس اه هو قال لك خلاص يا عم كده زي ما يبقى اهو. اخر نقطة هو بيمنع سبندل فورميشن فبيمنع مايتوز. لان برضه ما ياخد اليوم من ضمن وظيفة مايتوز. وظيفة هو انتي مايتوز. من ناحية برضه ما ياخد اليوم. طيب عايزين نكتب الوصالة بين الالوبرينول يلا عشان نخلص منه. الالوبرينول قصاده موبايل ركز معايا الالوبرينول اهو ميكانيزم الاول. الالوبرينول هو بيمنع زنسين اوكسيدين انزيم. لما يمنع زنزين اوكسيديز انزايم يمنع كونفرجن اوف مين لمين؟ اوف هايبو زنزين تو زنزين تو يوريك اسيد جينيك. خلاصة الكلام من قوسين قوات اللي هو عملت ميكانيزم مش كبير يمنع يوريك اسيد. اول معلومه لنفسك تعرفها مش مكتبه ولا حاجه. على فكره الولد اللي اسمه ارنولد بتصنع بالظبط شبه هايبوزنسين. حتى واخد لقب بيورين زيه. يعني بص هو بيدخل الجسم. هو ده هايبوزنسين ده بيستغل مين؟ الزنسين اوكسيديز صح؟ ويكون ايه رد؟ زنسين سمر. هو بقى داخل الجسم عامل فيها ايه؟ هو شبه بالظبط كاستراكشر هايبوزنسين. قول لي. بيدخل الجسم ويتحول بقى هو. يعني عايز يفهم نفسه. ماشي. بيقول لك ان ارنولد ياخد الزنسين يتحول لالو زنسين ثم يتحول لحاجه اسمها الو يوريت. الو يوريت ده ماده صلبه بتنزل في اليورين. يبقى كده هو عمل كومبيتيشن فاهم ولا لا؟ خد الانزيمات لحسابه ومنع تصنيع يوريك اسيد. مش عايزين الكلام ده. المهم ان هو يمنع زنسين اوكسيديز يمنع كونفرجن اوف الو زنسين زنسين يوريك اسيد فيمنع يوريك اسيد ايه؟ سيز. بس ده ميكانيزم مش اكتر من كده. الاستخدامات قصاد بعض. اسمع معايا. ده المستخدم في الاكيوت ولا في الكرونيك؟ كولشيسين معلش واحنا محولين شويه كولشيسين اكيوت. لان طبعا لو واحد جالك يا ابني بيشتكي من دلوقتي في المفاصل معناه في ايه دلوقتي؟ في انفلاميشن وزاد بيحبوا الدواء ده في الاكيوت. يبقى بص بقى معايا هو كام عندك مكتوب في الكولشيسين؟ اربعه محتاجين في حته ماسوره صغيره كده. يبقى الاربعه عايزين يا جماعه واحد اثنين ثلاثه اربعه اكيوت اكيوت بروفيلاكسيس بروفيلاكسيس. أربع استخدامات هم تحت بعض عشان نخلص. اثنين أكيوت واثنين بروفيلاكسيس. اسمع هو يستخدم في الأكيوت جاوت وتكتب بين قوسين درام أوف تشويس. مهما تدي في الأكيوت جاوت هو لازم يستخدم. بقول لك بيجيب تأثير فوري. يبقى هو الأكيوت جاوت هو درام تشويس. طيب سمعت عن في الباثولوجي عن حاجه اسمها ساركويدوزس ولا لسه؟ وسمعت عن سيروزس؟ لا سيروز ما هو يعني الباثولوجي اسف يعني
يعني سمعت على الصعب وسبت السعر سبت الوقت اللي هو في الكبد. يعني طبعا سيادتك الساركويدوزيس او السيروز اللي هنتكلم عنهم كانفلاميشن فبدايته من طبعا بيحصل جرانيوم وبعد كده في الساركويدوزيس وكلام من ده. بس انا جايب ده كانتي انفلاماتوري ده كانتي انفلاماتوري بيجي من فوق يبقى هو بيستخدم في الاكيوت ليفر سيروزيس و الساركويدوز وهنا بيشتغل جاي كانتي انفلاماتوري مش اكتر. يبقى ليفر سيروز اللي هو تلاقيه في الكبد الهيماتولوجي عندكم والساركويدوز اكيد سمعت عنه في الجرانيولوما صح ولا لا؟ هو بيساهم كانتي انفلاماتوري بس ملوش اي دور تاني. خلص معايا اللقطه الجايه. هو في الاكيوت دايركت دايركت شويس مش يقول لك كده دايركت شويس اكيوت دايركت مش بيتكلم. اما في البروفيلاكسز اوف كرونيك دايركت ولا له دعوه. وانت كاتبها ليه؟ بيقول لك ما ينفعش لوحده. عايز دي بروفيلاكسز كرونيك دايركت لازم معايا الدواء الاساسي. يعني ويسالوا ايه؟ ويسالوا برينول. ده تاني احنا عندنا على فكره لحد دلوقتي. الاقي واحد اكيوت دايركت فوق شويس على المشكله بتاعه الانفلاميشن نفسه. تاني حاجه اكيوت ليفر سيروزس او اكيوت ساركويدوزس كانتي انفلاماتوري بروفيلاكسز كرونيك جاوت بس مش واحد لانه ما ينجلوش كل واحد لازم معاه ايه برينول. اخر حاجه مرض مشهور جدا او ما اعرفش انت سمعت عنه ولا لا ده مرض بيقول لك بيقول لك ده الفادي كروسين كتست دايجنوز وتريتمنت. تقول ايه سمعت عن مرض اسمه فاميليال ميديتيرينيان فيفر؟ هتسيبوني ولا هتتكلموا؟ ايه فاميليا سمعنا بس مش قوي صح؟ اقعد دلوقتي. ايه فاميليا الميديتيرينيان فيفر ده يا دكاتره؟ لا مش كونجيتال حاجه اوتو نيون. مرض اوتو نيون كومن في الفيميلز بالذات. وهذا المرض ما بكتبش عنه حاجه احنا امامنا ده ما بصورش. هذا المرض يا ابني بيحصل بولي سيروزايتس. يعني اي عندك سيروزا في اي مكان بيحصل لها انفلاميشن. وانا مش فاهم. يعني سيادة يحصل ارثرايتس يحصل بريتونايت يحصل كاردايت بلورز يعني بلورز ولا لا؟ قبل الشهر بتاع اللمبي ده طبعا لما تلاقي الموضوع ده منتشر كده ساعات يقعد يقول لك ايه ده يا عم حاجه بس ما تقلقش مش عارف بيجربوا فاميليا وهذا اوتو ميون تصير عندك تبصيلج عندك ده بتاع المناعه على فكره الكولشيسين لما بيتاخد بيجيب تاثير لحظي تلاقي لما يجي تاخد كولشيسين استريح لو قلت لك كولشيسين مش مسكن صح؟ لما يسكن هذه الدوائر الالام دي كلها يبقى شخصها عن ايه فاميليال ميديترينيان تيب وبرضه استخدامه كانتي انفلاماتوري. لا انا مش عايز اقول انا عايز كلمه واحده ومش عايز اقول حاجه بروفيلاكسيس اوف فاميليال عارف كده؟ مش دي اللي جنبها اهو ما بيعرف انت فاميليال ميديترينيان ده غيرها الكلمه اللي عملها دي لا ما اكتبها كامل عشان ما نحلش السنه بالراحه بقى عشان اعرف ازاي ميديت هو في حرف متكرر بس مش فاكر مين مش طبيعي تيجي على الله تعال عندي بعض وسط فاميليال ميديترينيان فيفر عارف بقى بيختصروها لما ينزلي في الكلام في الطب طبعا مش بتكون قصدي ايه مش عارف فاميليال كان فيفر بيختصروها عندنا في الطب كابتن اف ان اف على طول واذا استنى طرف دي مش ايام من بيتنا يعني فاميليال ميديتيرينيان فيفر وقلت لك انا بيشتغل كانتي ايه انفلاماتي وقلت لك اعراض النفس طيب يبقى انا عندي ولا ايه الدواء ده عالج حالتين اكيوت وبروفلاكسس حالتين كرونيك اكيوت ايه واكيوت ايه رد اكيوت جاوز واكيوت سارفيدوزس او ليفر سيروز بروفلاكسس فيهم ايه كرونيك والتاني اسمه ايه اف ام اف وخلاص ثمانية الميديترينيان ايه؟ فيفر. ركز معايا بقى يا سيادة. لا خلاص خلاص لا 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 اخلص الوصال فيوز حتى والوصال فيه تعب كده. لا لا ما تعرفش لا ما تزقش. يا جماعة يعني ايه ما كده؟ الفلوس بتاع الصدمات وصاده. ايه انت عملت كده اللي عايز يعمل ايه؟ ما تزقش. وصال فيه تعب. اسمع الوصال بتاعه كله وصال ما كلامك. ده ابني بيستخدم استخدام واحد في اربع حالات بس يا جدعان ده له استخدام واحد في اربع حالات بيسموه كرونيك جاوت لو بنقول كرونيك جاوت بيسموها من قوسين هايبر يوريسيني خلاص يا جدعان بقى معايا
طبعا اول معلومه مش عارف هتوصل ولا مش توصل مش فاهم. بيقول لك كل الناس اللي عندهم جاوت، اسمع دي عشان تفهم الناس، كل الناس اللي عندهم جاوت ان شاء الله عندهم هايبر يوريسيميا، وليس كل اللي عندهم هايبر يوريسيميا بيجيهم جاوت. فاهم حاجه؟ تاني اكيد واحد جاله جاوت اكيد كان اصلا المكنس عنده ايه؟ فلما عيني راح الجوينت عمل انفلاميشن عمل جاوت. لكن في ناس عندهم هايبر يوريسيميا وليس ما دخلش الجاوت، في اسمه كده كرونيك هايبر يوريسيميا مش لازم يعني. وبالتالي بص انا سواء بتكلم عن المريض لسه هو معانا بياخد ار بي او واللي مش فاهم هو ليه المريض يدخل في اصلا في هايبر يوريسيميا؟ قال لك اكيد كده تعبان مش كده كده بتعمل سكيجلو. خد بقى حالات اللي بيستلم فيها روبينول في ناس عندهم هايبر يوريسيميا لما تبقى كده عامله ازاي؟ يعني الكلام ده يكون الجوت ان اول واحده رينال انفيرمنت كده تعبان. وهو المعلومه فورا ان شاء الله بعد شويه بتقول ايه؟ ان الكولشيسين نيفروتوكسيك فما ينفعش. هذا بنقول سيف للكلى فينفع، فاهم حاجه؟ ده بيبوظ الكلى. فما ينفعش، لكن ده سيف على الكلى فبديه. يلا بنقول لما يكون يعني انفيرمنت. تاني حاجه لما يكون جاوت نفروباسي. ايه جاوت نفروباسي؟ ان الجاوت نفسه هو اللي عامل الاك وشاف كده. نيوك اسيد نفسه ممكن يتاثر على التيشو بتاع الكلى يعمل ايه؟ دامج. ساعتها دي يلا بنقول يمنع تصنيعه اصلا. والثالثه لما يكون في حاجه اسمها رينال ستون بس مش اي حصو. لازم تكون حصو تيوريت. حصلات من الايه؟ نيوك اسيد. يبقى دي كده وانت بتذاكر رينال امبيرمنت جاوت نيفروباسي رينال ستون يعني الكلى ايه؟ انت بتذاكر الكلى تعبانه. يبقى لاك الكلى تعبانه يبقى انا بدي بنقول ايه؟ سيف على الكلى وبيخلص بيلمع تصنيع. او يقول لك بدي هوين يوريكوزوريك. يوريكوزوريك دول بقى يوريكوزوريك ده تمام الادويه المفروض انها بتعمل بس اكسبريشن نوت افكتيف مالهاش لازمه ما عملش حاجه او كونترا انديكيت. يبقى اسال سؤال لو فهمت المكتوب ده. لو انا جالي مريض عنده كرونيك جاوت الاولى الاولى اديله الوبرينول ولا يوريكوزوريك؟ اللي فهمته من الكلام ده ركز معايا. لو جالي مريض عنده كرونيك جاوت الاولى الوبرينول ولا يوريكوزوريك؟ يوريكوزوريك. جابت مفعول خير وبركه، ما جابتش مفعول يبقى مين البديل؟ الوبرينول. وصلت ولا لا؟ يبقى انا مستر جاوت ايه؟ هو كرونيك جاوت في ناس عندهم الكلام ده رينال انفيرمنت جاوت نفروباسي كان ستون لما يبقى يوريكوزوريك كونتر انديكيتد او نوت افكت. هقفل الحصه والله ثلاث دقايق. الدواء ده يا ابني بيسموه جبار مختلف. انا بس هما كام سنه بيت عندك؟ ها؟ كام دول؟ كام؟ دبار بيعمل نوس. نوس يعني ايه ولا ايه؟ هسأل ورد معلش. سيادتك زي ما في الخلايا بتنقسم والليكوسايت تبري في برضه مايكرو تبيول او تبيولين موجوده في مصر. عايز عشان اخلص من دي لان دي خلاص انا خلصتها. نوس يعني ضعف عضلات ليه؟ قال لك لانه بيرتبط بالتبيولين بتاع مصر. فبيقص عليها بيعمل نوس. ماشي؟ طيب يبقى نص خلصت. تعالى نجيب كلمه جبار. لو بيرتبط بيه انت عايز تكتبها اكتبها براحتك. طب مش مفصل سوا بيه اهو والله ما انت زعلان. انهبت التبيولين المصري. لما يمنع التبيولين في المصري الاولاد بيعمل ايه؟ ميوبس. بيحصل مريض ضعف عضلات. طيب ايه اللي قبلها بقى؟ بص يا عم حاج. اللي قبلها اول حاجه جي طبعا ده احنا مدرسين في الفارما ولا كل يا ابني صار في جي اي تي ايه؟ ده مش مزمين ده اللي مكتوب في الكتاب جي اي تي اريتيتش. هم ثلاث كلمات كنا حافظينهم ايه ايه نوزيا فوميتنج دايري. الثانيه اليرجي ده بيعمل اليرجي. الدكتور ممكن يقول لك انت بتشتغلني اهو ما كنا نوزي فورا بتعمل كده قول لي حاجه سبيسيفيك بون مارك معلش اقول دي اللي بعدها اقول ليه؟ ليه بيحصل بون مارك ديبريشن؟ والوش كلمه الوش يعني انا كده الوش ده مش طالع عشان هو بيقع
عشان اصحح صحيح. قول لي دي ودي مين؟ لو فكر ايه بيحصل بمرض الريشن وشعره بيوقع بيقطع الميتوز صح ولا لا؟ انت الخلايا بتنقسم في الجسم السيادة البومار والهيك وبالتالي الانتي كانسر لما كانت بتشتغل تلاقي ربنا عشان المريض بيطلع صح ولا لا؟ وذلك الاثنين دول نتيجة ان انت منعت الميتوز ليه؟ وسؤال بيقول انت منعت الميتوز ازاي؟ ما انت منعت المرض ليه منعت سبيندنج انفورميشن يبقى هنا بومار ديبريشن ولا ويش تاني؟ ناقص ار انا قلت لك رينال اكيد رينال قلت لك كده يبقى رينال دامج جايز عند دكاتره الدواء اللي اسمه كرشيزي عشان كده خلصناه بيجي في الامتحان يبقى هو دواء جبار بيعمل لو ساعتين ساعه ده بقى ايه في الحصه ده برضه ظالم بس مش مفروض انا مش جبار حاجه اسمع ده عشان نفتح السد الاول بص اسمع شايف دي عاملك دوار الجي اي تي اديشن في الاثنين انجز جي اي تي اديشن طلب 10 الرجي اتباع الله ايه بس بصراحه هنا سموها الاسم اقول يعني هنا في جي اي تي اديشن وهنا في الرجي هنا سموها اقول الاسم واقول معاه اكسوفولييتيف درماتايتس يعني هو يعني هو يعني لا مش بيروح بقشر اكسوفيليتد درماتايتس هنا هتلاقي بيقول جد القشر ده علاج كان احسن بيحصل من الدواء ده اكسوفيليتد درماتايتس يبقى شايف في الاثنين بس هنا علاج عادي سين ده شو كمان هنا علاج مميزه اسمها اكسوفيليتد درماتايتس بعد هذا بحط اتش ليش الاكاد دي كبيره شويه الدواء ده ده كان نيفروتوكسي صح؟ يبقى ده هنا بقى ما هو بيقسمولي ده هيباتوكسي هيباتو توكسيست طبعا واحد بيحرجني يقول لي طب بص واحد جاي لك عنده ليفر ديزيز وعايز تقول له تختار مين؟ عنده ليفر ديزيز تختار كل شيء ست عنده رينا نختار عنده الاثنين لا هتقول ايه مفيش تاني الكوزيت لو ايه ولو عنده الاثنين جابني طب ما خلاص ما هي بايظه بايظه لا قال له الجرعه وتقع على النار هتعمل ايه دي الاثنين اي واحد يشوف قال له الجرعه ما هتعمل ايه بدون ما يزيد قال الجرعة على الله قال الجرعة هنا هنا ودي سكتك على الله يبقى بات في علاج صار في اسمه هيدك وبالطيبه الله احنا سمعنا الكلمه فين؟ كسر ايوه امبارح ايه؟ جلط نفس المنطقه المهدوده ايه؟ كان ده اسمه ايدو وسسين وكان هناك في كورنر وبست صح؟ هنا كتر عارف يعني ايه كتر ولا لا؟ ميه بيضاء طيب اخر كلمه نقفل بيها حصتنا بقى ده ايه؟ اتش الاخير اقولها وعدوا لها. الدواء ده يا ابن حلال اتش ان اي انهبيتور يعني ايه؟ بتفكروا ليه؟ ما تفكروش ما اشتغلناش. اتش ان اي هنقولها كتير يعني. ايوه هيباتيك مايكروزوما نظام انهبيتور. اه يا راجل حرف عليك. احنا ساعات بنسميها ايه لو مزروف حرف ايه؟ ايش يا زلمه حرف اتش؟ ايه أوز... يعني براحتنا يعني. المهم الانزايم يا جماعه انزايم الهرش والله انا زعلت. قول لي بقى انزايم الهرش يعني ايه؟ ركز معايا عشان نقفل الحصه. ده بيمنع انزايم اسمه ايه على الصبور؟ الاربنور ده يا ولد. زنسين اوكسيديز. ايوه. يعني بيمنع ميتابوليزم بتاع شويه درجات. بس ونقول ونمشي. يعني يعني ايه؟ بيمنع ميتابوليزم بتاع شويه درجات وروح. بيمنع انت هتعرف بقى بيمنع ميتابوليزم بتاع مين؟ في ده احنا ممكن ما نسمعش عنه ان شاء الله خالص يا رب يتلغي الكانسر من الملك اسمه ميركابتو بيورين ميركابتو بيورين ده ولاد ميركابتو بيورين ده انتي كانسر بيكسر احنا في رقم خمسه بقى ما هو انزيم هيرد بيمنع ميتابوليزم بتاع شويه ادويه واقول الكلمه عشان ايه نقولها كسؤال بيجي يبقى انا هبت ميتابوليزم اوف ميركابتو بيورين ده بتاع كانسر اصلا توكس طبعا بيمنع ميتابوليزم اوف اورال او بروبنسيد او عارفين بروبنسيد ده ولا اسم بيمنع ميتابوليزم بتاع مين؟ بروبنسيد بيمنع ميتابوليزم ولا بتاع ده ثالث اسمه اورال انتيكوابلت بص بقى على السبوره كده عشان نجاوب السؤال ده احنا ماشيين في سؤال بيجي في الام سي كيو يقول لك لما مريض ياخد
الوبرينول مع مركب تيميونين بيحصل ايه؟ ويقعد هناك جمله ويخطب. هو مين اللي هيقعد فيه يعمل توكسيستي؟ اسمع معايا عشان بس حد يلخبطك في ايه؟ لما يقعد يتاكل الوبرينول مع مركب تيميونين بتاع الادويه دي كلها بتتكسر بانزيم اسمه زيزوكسيدين. لما انا عامل ميتابوليزم بيعمل لي بيعمل توكسيستي يا جماعه؟ مركب تيميونين ده بيعمل توكسيستي. ماشي؟ دول الادويه الكبار بتوع الجهاز، الباقي كله ان شاء الله مش هياخد وقت. ان شاء الله يوم الاحد القادم هنمتحن على نون ستيرويد لحد حد ما خلصنا يعني على الجوده الموضوعين بتوعهم. ماشي الناس اللي هتحضر ريستوريشن لا انا